وللمزيد من المتابعة بشأن استعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة وتوقعاتهم للنتيجة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد، وأيضا تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة لرصد تحضيرات واستعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة. أبدأ معك محمود، هل لك أن تصف لنا الصورة لديك الآن؟ نعم ريهام، صورة مليئة بحالة من التشجيع العالية والروح العالية لدى الجماهير التي توافدت على مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، المركز الذي استعد لاستقبال هذه الجماهير بقاعتين. هذه القاعة واحدة منها التي أتواجد فيها الآن امتلأت عن آخرها لتشجيع المنتخب المصري بكل روح عالية. الجماهير هنا يتوقعون إن شاء الله الصعود لمنتخب مصر في تصفيات للوصول لكأس العالم في قطر، لكن النتيجة لن تحسم بعد، فالنتيجة ما بين التعادل أو فوز المنتخب المصري، لكن على أي حال إن شاء الله نتوقع يعني فوز المنتخب المصري وصعوده لكأس العالم. الأعلام هنا هي التي ترفرف بين الجماهير. المنتخب المصري بدأ بالنزول إلى أرضية الملعب لبدء هذه المباراة الحاسمة. تصريحات مستر كيروش بالأمس كانت مشجعة لدى اللاعبين ولدى الجماهير أيضا، فهم يتوقعون بأن يحقق المنتخب المصري اليوم الفوز على منتخب السنغال ليكون المرة الثانية على التوالي في صعود منتخب مصر لكأس العالم. الروح اليوم لدى الجماهير تعود بالروح لنهائيات أو صعود كأس العالم في 2018 عندما حقق النجم الكبير محمد صلاح بالهدف الأخير في الدقائق النهائية الأخيرة والصعود لكأس العالم. فنتمنى اليوم أن يتحقق إن شاء الله وتكون الفرحة مصرية اليوم بالصعود لكأس العالم في قطر 2022. والآن عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد، ونعود إلى جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري تحديدا من مركز شباب الجزيرة. جرمين، هل لك أن ترصدي لنا استعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة وأيضا رصد توقعاتهم وذلك قبل دقائق قليلة من بدء المباراة؟ نعم، يعني كنا نستمع منذ قليل للنشيد الوطني لمنتخب المصري في هنا في مركز شباب الجزيرة وسط أجواء حماسية شديدة وتجمع كبير من الجماهير المصرية هنا للحضور ومشاهدة المباراة. فتحول مركز شباب الجزيرة لاستاد صغير تجتمع فيه الأسر المصرية، وهو الأمر الملحوظ بشكل كبير هنا، فهناك أسر كثيرة وأطفال تجمعت هنا في مركز شباب الجزيرة من أجل مشاهدة المباراة وتشجيع منتخبنا الوطني في هذه المباراة الحاسمة في جولة الإياب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022. يعني المنتخب الوطني يخوض هذه المباراة بتشكيل ربما شاهدنا فيه بعض التغييرات نتيجة الإصابات وأيضا الغيابات، ويعني الجميع يشجع هنا المنتخب الوطني ويعول عليه طبعا الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للمرة الرابعة في لكأس العالم في النسخة القادمة في قطر 2022. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جزيل الشكر زميلة جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا، وأيضا أتوجه بكل الشكر للزميل محمود جميل على هذه المتابعة.